قاعدت لي هذه البطولة. الكل يتذكر بطولة أندية العالم التي لعبت في البرازيل، ولكنها في العام التالي ألغيت بسبب مشاكل في الرعاة، أو لم تكن مشكلة في الرعاة إنما كانت مشاكل داخل الفيفا، وكانت هناك أسماء وأعضاء في الفيفا يرغبون بإلغاء هذه البطولة كونها قدمت مع قدومي لرئاسة هذا الاتحاد. ولكنني بعد أن ترشحت مرة أخرى في عام 2002 قمت بعودة هذه البطولة، ولكن إلغاءها في العام التالي في أسبانيا كان بسبب مشاكل في الفيفا. والآن نعود بها مرة أخرى، وعدنا بها إلى 2003. أتحدث عن بطولة العالم للأندية في عام 2000، هل كانت هي البداية الحقيقية لبطولة أندية العالم بتنظيم من الفيفا؟ نعم، كانت هي البداية لبطولة أندية العالم، وكانت جدا مشوقة، وشارك فيها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، والجميع كان يريد المشاركة فيها. ربما يعاب عليها أنها تأهل إلى النهائي فريقين برازيليين، وكانت هذه هي المشكلة، أنه كان هناك الفريق المنظم تأهل والفريق المشارك كبطل لقارة أمريكا الجنوبية، وهذا ربما كان الانتقاد الوحيد لتلك البطولة. دائما ما أقول أيضا أن هذه الأندية لا تمثل فقط دولها، بل تمثل شباب تلك الأندية وجودة لاعبيها ومحترفيها. إذن تلك كانت بطولة العالم الأندية الأولى، والثانية كانت بعد عامين في اليابان. ماذا عن التقنية في